いろんな選手がいるので。كل لاعب طبعا ليه مهارة مختلفة وكل لاعب طبعا شاطر في حاجة معينة فاحنا طبعا بنوظف التدريب على حسب كل لاعب متخصص في ايه بالظبط وشاطر في ايه ومش شاطر في ايه. طبعا احنا بنؤمل ان هم ياخدوا الميدالية الذهبية ولكن طبعا كل لاعب لازم هو اللي يجتهد عشان يسعى للميدالية الذهبية. この اولمبيك に関しては誰にでも可能性はあると思ってます。انا شايف ان كل لاعب طبعا مهما كان من دولة ايه في امكانية وفي فرصة ان هو يفوز بالاولمبياد. 誰にでもチャンスがあると思っているので。この可能性っていうのにかけたいと思っています。ولذلك أنا أؤمن إن كل لاعب طبعاً في أي دولة ليه فرصة متوازية ومتساوية جداً بكل اللاعبين في الدنيا فأنا أتمنى إن هم يفوزوا بالميدالية الذهبية. 多分世界でこういうふうに日本国大使館が壮行会をやってくれている国っていうのはないと思ってます。أنا أظن إن مش مفيش دول كتيرة جداً بتعمل حفل توديع خاص للاعبين اللي رايحين الأولمبياد. これはあくまでもみんなが頑張っているし大使のご好意があったからだと思っています。فأنا أؤمن طبعاً ده بفضل السفير أوكا وطبعاً أنا ممتن جداً لحضور وتشجيع كل الناس اللي كانوا موجودين النهاردة في الحفل.僕らはあくまでも可能性を与える方、与えることが仕事だと思っています。أنا مؤمن إن شغلتي طبعاً أنا والكابتن رشوان إن إحنا ندي فرصة لكل لاعب. رشوان さん、キャプテンラシュワンがやったことがある。وشايف طبعا الكابتن رشوان بيلعب دور كبير جدا في ان هو يشجع اللاعبين. طبعا فكل اللي احنا بنعمله ده عشان بس ان احنا نوسع الفرص للاعبين التانيين في الاولمبياد. انا طبعا شايف ان انا دوري ان انا اوسع من خبرتي واديها للاعبين. انا مؤمن ان انا ممكن اصنع لاعب او بطل اولمبي مصري في خلال فترة تواجدي في مصر. احنا الحمد لله كنا في معسكر في اليابان، معسكر قوي جدا مع ابطال عالم وابطال اولمبيين وقعدنا 40 يوم في اليابان والحمد لله كنا بنتمرن جامد جدا 3 تمارين في اليوم والحمد لله لسه راجعين وان شاء الله نسافر بقى وربنا يكرمنا ان شاء الله بذهب باريس ان شاء الله. زومي يعني مدرب اولمبي عارف معنى ميدالية الاولمبية وده شيء عظيم ان هو معانا في الوقت ده. واحنا بنتمنى انه يعني نبقى زيه ونقدر نجيب الميداليه اللي هو جابها في اليابان نقدر نجيبها في مصر باذن الله. طبعا كابتن محمد رشوان ده مثل اعلى لينا في الجودو وانا بتمنى ان احنا نبقى زيه ودايما يكلمنا ان احنا لازم دايما ندوس على نفسنا ودايما ساعه التعب احنا لا ممكن ندوس اكتر ونعمل حاجه احسن. يعني دايما يقول لنا وقت ما تتعب لا انت تقدر تدي اكتر وعندك تطلع اكتر. كابتن رشوان دايما معانا ما بيسيبناش دايما بيدعمنا دايما بيقول لنا انتوا عندكم القدرات اللي هي تقدر تجيب ميداليه اولمبيه. انا جبت ميداليه اولمبيه قبل كده فهو عارف يعني ايه ميداليه اولمبيه ودايما بيدعمنا. انا بشكر السفير طبعا ان على اليوم الجميل ده ان احنا موجودين والأسرة الجودو دايما كلها بتساند يعني بيتبين للناس ان الجودو يعني جاي وبيعمل مستوى كويس عشان الميداليه الاولمبيه.